من الاخر وهلا شو في جديد على الساحة؟ فيلم سينمائي جديد بالصالات اللبنانية بلش عرضه الأسبوع الماضي، الفيلم مقتبس من الواقع اللبناني من إنتاج نيبال عرقجي. نيبال عاشت لمدة 25 سنة بباريس وبتحمل ماستر بالإعلان، اشتغلت لمدة 8 سنين بمجال الإعلان وبعدها نشرت أول كتاب لها باللغة الفرنسية كان عنوانه Les hommes sont des salauds et les femmes ne valent pas mieux. بعدها كتبت وأنتجت فيلم قصة ثواني أو Blind Intersections ويلي شارك بمهرجانات عديدة بمونريال، بورتغال، بولند، دبي، بيروت وبروكسل. خلينا نتعرف اكثر على قصه هالفيلم مع نيبال عرقجي. نيبال عرقجي حضرتك منتجه الفيلم وشاركت كمان بالتمثيل. كتبته كمان. كتبتيه؟ ايه فكتبت الفيلم. هلا المنتجه تبع الفيلم بالنسبه لي منتجه كلمه كبيره، فما بعتبر حالي بروديوسر اذا بدك. قدرت جمع المصريات لنصور الفيلم. اكيد في تعاون كان لعده شركات بيناتهم اف اف اي برايفت بانك وكمان كثير من الانفسترز اللي فاتوا ودخلوا بانتاج هذا الفيلم. قديش اليوم ميزانيه فيلم سينما لازم تكون، يعني الميزانيه اللي لازم تبلش منها تنطلق منها حتى نقدر نعمل فيلم سينما بلبنان؟ هلا ما في، فيك تصور فيلم بنص مليون دولار وفيك تصور فيلم ب 5 مليون دولار، بس اكيد سكاي ذا ليميت، بس المينيمم حتى تكون الكاليتي منيحه انه لتكون مرتاح. اذا بمليون بتصور فيلم بطريقه مرتاحه. كنت مرتاحه؟ لا نص مرتاحه. مش مرتاحه ابدا. نيبال عرقجي، قبل ما نبلش الحوار رح نتابع التريلر ودغري من بعده بنبلش بالحديث. في عنا مشكلة ولهالسبب بعت وراكي. يعني كيف الوضع دقيق؟ ما بدي احكي، طلعني انا هلا بدي اشوفهم بليز. مليون ولد بشوف كل يوم. جيب. كيف عايشين؟ كيف بتصرفوا؟ يلا دوبر اطلع على السريع في حدا ناطرك. بونجور. قد ايه كيلو التفاح؟ خبرني التفاح واللي زرع التفاح ولك لك بألف. وش فعلا مضروبه براسها؟ ما فيك تعمل هيك؟ طب ما انت عارف وضعي. ما انت ما بتحبني. قصة ثواني يلي نزل بالصالات ب 21 فبراير لكن بالصالات اللبنانية، شفنا وجوه معروفين بس شفنا كمان وجوه جداد. قديش اليوم انت بتأمني بالموهبة الجديدة وخاصة انه تبلشي وتغامري بفيلم سينما لأول مرة عم تعمليه مع وجوه جديدة؟ شوف، ما كان انا بالنسبة لي الممثل مش ضروري يكون دارس تمثيل. في عندهم هالعالم، يعني الولد اللي ربح جائزة ببروكسل بحياته ما وقف قدام كاميرا. وين كان يوقف؟ كان يوقف بالشارع. ف ولقيناه بالشارع اذا بدك. شو كان يعمل؟ كان عم بيعمل، ما كان يشتغل، ما كان يروح على المدرسه، مش ما كان يشتغل. كنا عم نفتش على اللوكيشنز مع ليرا ببرج حمود وشفنا هيك ولد واقف، فطلعنا فيه رحنا حكينا، قلت له هاي شو اسمك؟ قال لي شو خصك انت؟ فطلعنا بليرا قلنا هيدا هو. كان بيعمل ديليفري لارجيلي. نعم. هيدا عمره 12 سنه. هيدا هي النقطه المهمه بالفيلم، انه عم يتطرق لموضوع ميكسي بين دعاره، اشياء لهم دخل باستغلال الاطفال، تعنيف الاطفال اللي عاده معودين نشوفهم بدوكيومنتير وريبورتاج، بس قليل تيكون بفيلم هالقد الموضوع هيك فيه قساوه. لا الفيلم قاسي كثير، ما حقول لك لا مش كوميدي وحن بذات الوقت قاسي مؤثر، ما فيك تطلع منه منك مخبوط. هيدا اللي بدي اسمع بس. ما هيدا كمان كان جاي بالي اكتب عن مواضيع شوي مختلفه عن
عن شو العالم بيكتبوا عادة، لأنه اللبنانيين لازم نحكي عن الحرب، عن السياسة، عن الإسلام والمسيحية، اللي هدول إشياء ما جعبيل أكتب عنهم أبدا، وما حالك ما بيهموني، بس مش مواضيع. فينا نحكي عن الواقع بلا ما نتطرق للطائفية، بلا ما نتطرق للواقع الاجتماعي السياسي نوعا ما والحرب. هيدا فيلم لبناني عم بيحكي عن إيش عم بتصير بلبنان وببيروت، حقيقية واقعية يعني. وحتى بالأسامي ما عندي ولا محمد ولا جورج، ما بتشوف صليب، ما بتشوف شخص محجب. في أمات مثل الدور يلي أنت لعبتيه، في أم هيك معقول تكون هالقد؟ في أمات أكتر من هيك، ما هيدا ما هيدا اللي عم أقولكم يعني. تعوا قدوا نهار معي، تعوا قدوا نهار معي، حاخدكم على مناطق، حفرجيكم اشياء. طب خبريني قديش عملت ريشيرش هون قبل ما تبلش بالفيلم؟ يعني قدي برمت على جمعيات، قدي قعدت مع عالم، قدي سمعت هموم العالم، وقدي واجهت مشاكل واقعية بالمجتمع اللبناني، ومنك طبست الافكار اللي عملت فيها الفيلم. يعني عملنا ريشيرش، رحنا حكينا مع الجمعيات، شفنا على شي 3 شهور كل البروفيل بسيكولوجيك تبع الابيوزر، تبع الابيوزي، تبع الأولاد، تبع، فكل هول درسناهم قبل ما نصور، مش انه اخترعت اشياء وقلت خليني اكتب اللي الادوار ولا ما ابدا بتصير، ما عقلك ما بيتخيلها. وبالنسبه للمحلات اللي كمان برمنا، عم اقول لك شفت اشياء، انا شفت تعتير، شفت عالم عم بتموت. عم نشوف يعني نحن حضرنا الفيلم. مين منكم حضر الفيلم؟ رولا، راشد، رولا شفت تريلر. يعني اليوم بالفيلم، وقت نشوف الفيلم، شفنا القصص مثل ما هي. يعني اذا بدنا نتقبل واقع ولا لا، هذا واقع اليوم موجود بلبنان، هذا الطرقات هيك بلبنان، اوقات القصص، البيوت، الجيل بالبيت، هيدي هي. يعني ما رحتوا ونظفتوا وعملتوا العالم المثالي لحتى حرام، مش ما عملك من ننضاف، لانه العالم هن مش نضاف، بس لما يكون عندك 6 اشخاص عايشين باوضه هالقد، شوف ببناء اصلا هو عتيق ورح يخرب البنايه، عم بتهرهق، انسى البنايه، العفن على سقف المطبخ عم ينزل على العالم، ما عم يقدروا يتنفسوا. انا في بيت انجبرت اطلع منه قد ما اختنقت من الريحه، فكل هالاشياء العالم ما عم بيشوفوها. يعني طب نحن ما عم نشوف. قديش هيدا هون كان تحدي كثير كبير لإلك، وحتى ما تيأس العالم اللي عم يحضروا هيدا الفيلم وتحببيهم بالفيلم؟ هلا الفيلم مش لن نيأسهم أو نزعلهم، بس إنه في بس كم مواضيع واقعية عم بيصيروا بهالبلد، إنه بس ما نكون عم نخبي حالنا وراء أصبعنا، إنه موجودين. هلا في كتير إشياء كمان حلوة عم بتصير ببيروت، وفي كتير إشياء بوزيتيف، بس في هيدا السايد كمان، في هيدا البارت تبع لبنان اللي العالم ما بدهم يحكوا عنه. لا، والحلو إنه بيظهر الشخص لو زعل أو بكي أو تأثر، بيظهر عنده عنده صرخة من جوا على هيك نوع مواضيع. الهدف من اللي عم تفكري فيه بيكون وصل. يعني أنا الكومنت اللي كان عم يجيني كتير إنه نيبال كأنه أكلنا كف بوشنا، لأنه ما كن يا ما بدنا نشوفهم يا ما كنا عم نشوفهم. بعدين بحس كمان قدي سخافة الناس اللي ما يعني بعاد عن هالجو، اللي حياتهم مرتاحة، بس تشوف لأنه كان في شوي بارالال للسان، يعني عم نشوف العذاب وعم نشوف. بس يمكن العالم اللي مرتاحين للأسف هدول اللي أكتر شيء ما عم بيشوفوا هالأشياء. ما هاي بتحس كتير في سخافة إنه بحياتهم. سوري، كنت عم تقولي بالأول إنه خلصنا من قصص الحرب ومسيحية وإسلام، بس إنه قصص تعتير، وكمان عم تعمل مثل دوكيومنتير شوي، إنه عم تعمل بلش نشوف فلومة مثل ما بأمريكا وفرنسا بيعملوا ساينس فيكسيون، أورور، كوميدي، قصة ما ضروري تكون كولتوريل إنه هيك إنه. مش مكتوب، هلا كل واحد مجتمع انجاجي، انه مكتوب فيها تكون فيكسيون بكملها وما لها علاقه بالكالتشر اللي عم بيصير. ما ضروري يكون انه عم نعمل بشوف الفرق البيوت كيف فني ولا التعتير. مش انه عم نشوف البيوت كيف فني، هيدي القصه اللي عم بتصير فيها تصير باي بلد بالعالم. اتس نوت تيبيكال للبنان. يعني هذا الفيلم بتحطه بباريس، بلندن، بطوكيو، بامريكا. صحيح، موضوع يونيفرسال، يعني بيشوفوا حالهم فيها. مزبوط، بكل بلد، بكل بلد في عالم عم ما مع تاكل، عم بتعاني، عم بتحارب كل يوم مشان تقدر تدفع الفاتوره الكهرباء اخر الشهر. او فهدول المواضيع عندك يون بكل البلدان، مش بس اللبناني. رولا كادر، رح انهي معك. نيبال، يلي ما بعرف اذا العالم كثير بتعرف شو صار بالولد، انت مزبوط هيدا الولد شلتوه من الطريق وخليه وعطيتوه دور تيمثل، ومثله كتير منيح، بس كمان يلي كتير قليل بيعرفوا انه هيدا الولد عانى كتير من هيدا الدور. نحن قبل ما نصور حكينا معه، حكينا مع عيلته، لانه كمان منه عنده اهل وعنده
وفسرنا لهم شو الدور وكيف قديه صعب. يعني كان بدنا ولد يكون شوي مدعوك، لانه انا ما كان في كثير من اصحابي قالوا لي نبال انا ابني عمره 12 سنه خديه، قلت لهم سايكولوجيكلي ما حي يقدر يفهمها. Wouldn't fit the profile. على اوريدي شايف اشياء كثير اوريدي معنا بحياته. هلا في مشهد اللي كثير صعب لما بيكون في رجال عم يغتصبوا. مزبوط. تاني يوم ما كان بده يرجع على التصوير، ما هيدي هي، لانه كان مفكر انه حنرجع نعيد المشهد، وما بقى بده انه، ومشهد كثير صعب يعني، مش يعني عم بحكي عنه وانا بيبي. ففسرنا له انه تخيل قد ايه في انت قد ايه ضيقت وبس صورنا، يعني الزلمه ما دقرك، فتخيل كل هالولاد اللي عن جد عم بيصير هيك فيهم، قد ايه بيكونوا عم يتخزقوا من جوا، وقد ايه عم يتضايقوا، وقد ايه عم بيعانوا. فنحن عم نعمل كمان هالاشياء كرمال هالولاد اللي عم بيصير فيهم هيك يحكوا بالموضوع، يطلعوا منا. كلمه اخيره ومن الاخر تينو كرم. من الاخر روح احضروا الفيلم. روح منصور. روح احضروا الفيلم، وبدي سلم على ريا وسمير اصحابي اللي ممثلين معك بالفيلم. راشد بحسلام. بدي اقول لك للاسف حبيته لانه بوجع، بس لانه انا بحب الوجع، بس لانه عن جد لفت لي نظري على اشياء بدي ما احبه كنت، بس حبيته. ليس رامي. انا حبيت اللي شفته، اكيد بروح بحضر الفيلم. روك علي. انا بدي اقول لك ميرسي، هيدي اكبر ميرسي لالي. كمان بدي وجه تحيه لباب ابو جوده. كمان تحيه كثير كبيره لباب، لكل الممثلين توني ابو جوده. انا بدي اشكرهم، لانه هدول كمان انا بليون ممثلين كبار وعالم، ان كان ماريو وباسيل، توني ابو جوده او باب ابو جوده، وكلهم قبلوا يلعبوا مشهد صغير، يعني ادوار بسيطه بس كرمال يساهموا مشان يساعدوني، فبدي اشكرهم. وانا بدي لك برافو اني بعد عرجي، هيدي اول تجربه لك بالفرومه، بس ان شاء الله تكون وجه خير عليك، وانا اكيد انه وجه رح يكون خير، لانه مستوى فاجئتني بالفيلم، مستوى حلو كثير وعالي كثير، ونحن بنشوف حالنا في. مشان هيك بدي لك ميرسي بوكو، واهلا وسهلا فيك من الاخر. ليك ثاني بحلقتنا بوقت البريك، ما تروحوا لمحل، بلشوا علقوا على كل وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. بريك ما كان يعرف صاحب الشركة لبنان، عزمته على لبنان، عرفته على لبنان، كان بما انه بالصين عملوا مثله، صار في كذا لبنان. ايه عملوا كوبي. سوبر هاي انترنت، يعني بتكون موصولة بفايبر اوبتيك، وممكن توصل سبيد لحديد ال 100 ميجا بت بير سكند. ليش الزعل؟ ليش البكي؟ شباكي وحكي. هلا الصوت موجود، الشطاره انه واحد يقدر يقدم مشروع مختلف، يقدر يكون مختلف عن كل الموجود.